يمد يد المساعدة لكل من قصده. النشاط ديال اليوم كيدخل في الاطار ديال ليله النجوم اللي كينظمها دائما السي محمد البحري كل سنه من تقريبا 2002 2003 الى الان، وباقي وفي لهذه العمليه انه دائما ما كيكرم الناس اللي قدموا خدمات جيده طيله السنه، وهذا تزكيه لثقافه الاعتراف والترميز. مدينه القنيطره زاخره بعده فعاليات سواء رياضيه ثقافيه صحيه جميع المجالات، صعب الاختيار انك باش تهزل واحد 18 او 19 حتى 20 25، ولكن كتصعب لك. ولكن هذه السنه في ظل الوقت اللي كان ضيق تجمعت 18 شخصيه. نتمنوا اننا كنا في المستوى، اننا كنا محظوظين اننا جمعنا الناس اللي يستاهلوا. هذا كله في اطار زعما الشفافيه وما خبينا لا شيء، ولكن مازال الناس غادي يتكرموا ان شاء الله في السنوات المقبله اذا باقيه في العمر باقيه. من تنظيم في قنيطرة لايف تكريم ديال السي هشام الدقيق اللي ولا سنه حميده عندما بحكم العمل اللي كيقوم به طيله السنه والنتائج المحققه، لان اللعبه الوحيده في كره القدم اللي كاينه في المغرب اللي حققت نتائج ملموسه باش يتحقق سنه دورتين او كاسين في كاس افريقيا وكاس وثلاث كؤوس كاس العربيه وكاس القارات في واحد المده ديال 9 سنوات ماشي بالسهل، لان الانسان ما كيتكرم ما كيستاهلش التكريم. حنا كنطمحوا اكثر من التكريم باش نعطيو حقه، لان دار نتائج اللي في المغرب ما كاينش شي واحد اللي حققها من غيره هو. لان من هذا المنطلق هذا كان داير واحد الهاشتاج في فيسبوك تيطالبوا بالتكريم ديالهم من طرف جهه الملك بواحد الوسام اللي يستحقوا، لان بكل صدق انسان كي خادوم تيخدم في الصمت رغم المطبات اللي كانت يعاني منها وداك الشيء، ورسم واحد الهدف معين اللي وصل ليه. يا حال مطر لما صار